الرحيم هشام رزقاوي عضو الجبهة المحلية لدعم فلسطين وضد التطبيع. تأتي هذه الوقفة اليوم بعد مرور سنة كاملة من العدوان على الشعب الفلسطيني. تأتي هذه الوقفة بعد مرور عام على طوفان الأقصى المجيد. هذه المعركة التي بدأتها المقاومة الفلسطينية والتي عرت القوة المخدوعة والقوة مدينة محمد التي يتدرع بها الكيان الصهيوني. الذين واللواتي تأتي هذه الوقفة وقد اختلط الدم اللبناني بالدم الغزاوي وبالدم الفلسطيني، وهي إشارة إلى جميع الأنظمة بأن الصهاينة لا يهمهم شعارات حقوق الإنسان ولا تهمهم فلسطين، وإنما ما يهمهم هم جميع العرب أينما كانوا. ولا أدل على ذلك ما صرح به الصهيوني نتنياهو بأن أي مكان في الشرق الأوسط هو تحت نيران الجيش الصهيوني. نقول اليوم بأننا متضامنون مع الشعب الفلسطيني ومع الشعب اللبناني فيما يتعرض له من غارات صهيونية ومن صواريخ صهيونية وأمريكية. إذا كانت الحرب العالمية الأولى والثانية عرفتها أوروبا، فما نشهده اليوم هو حرب عالمية ثالثة يعرفها الشرق الأوسط وتعرفها فلسطين. تتكالب جميع الدول الغربية، أمريكا وفرنسا وإنجلترا، لمحاولة طمس الشعب الفلسطيني، طمس هوية الشعب الفلسطيني. ونقول بأنه إذا ما انتهت الدولة الصهيونية من الشعب الفلسطيني ومن الشعب اللبناني فهي آتية لا محالة إلى جميع الشعوب العربية. وفي ختام هذه الكلمة أود أن أشكر جميع المنابر التي تواكب المحطات النضالية للجبهة المحلية. ما ديالكم جديد؟ عبد العاطر بيعة، مرستيق الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع بالمحمدية، عضو المجلس الوطني أيضا للجبهة. اش غتقولي على الذكرى السنوية للاجتياح الإسرائيلي لفلسطين؟ أولا اليوم حنا كنخلدوا الذكرى الأولى لعملية طوفان الأقصى، وهي العملية اللي قامت بها المقاومة الفلسطينية، حيث أنه استطاعت أن تجتاح أراضي المحتلة من خلال يعني الحدود اللي كان ضاربها الكيان الصهيوني على قطاع غزة. كما نعلم ان قطاع غزه هي واحد المساحه اللي هي صغيره جدا، وهي مساحه اللي محاصره هي عباره عن سجن صغير، ولكن المقاومه استطاعت ان تنفذ الى الاراضي المحتله سواء من الارض او من خلال الجو، واستطاعت ان تاسر يعني العديد من المجندين او جنود الكيان الصهيوني، واللي مازال اليوم هم في يد المقاومه الفلسطينيه. ولم يستطع الكيان الصهيوني بالرغم من الجرائم اللي كرتكبها، كما قلت في الكلمه بان هي جرائم ضد الانسانيه، هي جرائم حرب، وادانتها محكمه الجنايه الدوليه. اليوم ايضا كما قلت انه بالرغم من هذه الجرائم فلم يستطع ان يحرر ولو اسيرا واحدا من اسراه. اليوم الكيان الصهيوني ابان على الفشل ديالو في انه يواجه المقاومه الفلسطينيه، ولعل العمليات اللي قامت بها المقاومه اليوم بالضبط في الذكرى ديال 7 اكتوبر من خلال القصف ديال الداخل الفلسطيني المحتل بمجموعه من الصواريخ، وايضا القصف ديال ايران الكيان الصهيوني واللي استطاع ان القبه الحديديه لم تستطع انها تصد الكم الهائل ديال الصواريخ، او القصف المستمر ديال المقاومه اللبنانيه المستمر ايضا، والمجابهه ديال عناصرها وعلى راسهم يعني جنود ديال رضوان، اللي يعني استطاعوا انهم يكبدوا الكيان الصهيوني وجنوده مجموعه من الخسائر سواء في الارواح او في العتاد، مجموعه من الاصابات. اليوم الكيان الصهيوني تحدث عن الهزيمه في محاوله اجتياحه للاراضي اللبنانيه، والتعويض على هذه الهزيمه وعلى هذه الخسائر اللي كيتكبدها، فهو ما عنده الا حل واحد، وانه يقصف المباني، انه يقصف الابرياء من الاطفال ومن النساء ومن الشيوخ، انه يقصف الناس في السكن ديالهم، انه يقصف المساجد، انه يقصف الكنائس، انه يقصف المستشفيات ويقصف المدارس والمؤسسات التعليميه على من فيها. كما قلت اليوم هذه تعتبر جرائم ضد الانسانيه، لانه لم يستطع ان يواجه المقاومه
سواء اللبناني أو الفلسطيني على مستوى الأرض أن يواجه ميدانيا، وبالتالي فليس له إلا أن يرتكب الجرائم ضد الإنسانية. ولكن بالرغم من كل هالجرائم، المقاومة اليوم تؤكد بأنها لازالت بخير، بأنها لازالت قادرة على الاستمرار في مواجهة هذا العدو، هذا الكيان المجرم الصهيوني. هل ما يقع هل يلوح باندلاع حرب عالمية ثالثة بنظركم؟ ومن الصعب الحديث على حرب عالمية ثالثة، بل من الصعب أن نتحدث اليوم حتى عن رد الكيان الصهيوني على إيران، لأنه كما تابع الجميع أنهم كانوا كيقولوا في الذكرى ديال 7 أكتوبر غادي يقوموا بالضربة أو برد الضربة إلى الكيان الصهيوني، ولكن لحد اليوم لم يستطيعوا ذلك. وهناك عدة أسباب. السبب الأول هو أن مجموعة من دول الخليج اللي تعتبر حليف الكيان الصهيوني لم تستطع أن تغامر بالدخول أو المساهمة في هذه الحرب أو في هذه الضربة من خلال يعني مجموعة من القواعد العسكرية الأمريكية المتواجدة في أراضيها. النقطة الثانية هو أنه القدرة ديال إيران على أنها تضرب مجموعة من 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 من, من منشآت خصوصا ديال الطاقة ومجموعة من المنشآت حتى داخل الكيان الصهيوني، سواء منشآت طاقة أو منشآت نووية أو منشآت عسكرية أو مجموعة من القواعد، هو اللي تم في العملية السابقة يوم 1 فاتح أكتوبر. بالتالي فالعدو الصهيوني اليوم بنفسه غير قادر على أنه يرد على إيران. ونحن نعرف أن اليوم هو الصراع في المنطقة ليس صراعا عربيا إسرائيليا أو صراع ما بين الكيان الصهيوني والمقاومة، هو صراع عالمي. فالذي الكيان الصهيوني اليوم هو يحارب بالنيابة عن الولايات المتحدة الأمريكية وعن القوى الإمبريالية فرنسا وغيرها، بالتالي فهو مجرد واجهة. وأكيد أن أيضا المقاومة اليوم هي جهزت نفسها لهذا اليوم. فتحية لكم مجددا، وأكيد أننا سننتصر. فتحية لكم. والشعوب في الساحة